اتفضلي الموبايل بتاعك. انا تعبت قوي عشان اجيبه، بس انا اللي غلطت وكان لازم اصلح غلطتي. انت خدته من بيتها؟ سرقتها زي ما سرقتني. وعلى فكره يحيى كان عندها. انت عرفت ازاي؟ انا مخلي حد يراقبها بقالي كام يوم. وايه اللي يخلي يحيى يروح عندها؟ يمكن قالت له تعالى خد الموبايل بتاع مراتك عشان تفضحك. بس الحمد لله انا خدت الموبايل قبل ما يحيى يوصل لها. هاي بقى روحي واعملي نفسك ما تعرفيش اي حاجه، وهي تنسي تنسحي الرسائل والمكالمات اللي بينا. اوكي ماشي ان شاء الله. سوري مره تانيه. ها حصل خير. باي. لا بابا، هو انت مش قلت لي ان اللوحه دي قربت تخلص؟ ان شاء الله. طيب هتوريها لي؟ اكيد، بس يا رب تعجبك بقى. لا هتعجبني. هنشوف. ماما قالت لي انك رحت عند والدك. انا كنت فاكر انك هتاخد اجازتك بالمره يعني. لا ما انا ما قدرتش اسيبك. اقصد يعني ان لما نخلص اللوحه. وانت بقى لما تخلص اللوحه هتاخدي اجازتك؟ مش عارفه. اثبتي بقى. ماشي. ثانية واحدة. عرفة؟ بقول لك ايه؟ خلينا نتكلم بعدين عشان مش فاضية دلوقتي. وانت عرفت منين انا سبت المستشفى؟ طيب. بما انك عارف بقى ان انا سبت المستشفى يبقى عارف ان انا دلوقتي اكيد في شغل. بقول لك ايه يا عرفه، دبلتك في البيت عند بابا، اول ما هروح البيت هبعتها لك معايا. ماشي يلا سلام. بقول لك ايه يا نسمة؟ نعم. هو مين عرفه ده؟ ده كان خطيب. كان خطيبك؟ اه. مش هتكمل رسم؟ اه اكيد هكمل رسم. ممكن تثبتي؟